يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. احترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاعي نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس. يا وريه يا شرشوح انت، احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا يا عطيان. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ايه ده؟ انا غلطت تقطعت، انا اللي غلطان يا فارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب العمليه ما تجيش كده اصلا. عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد، استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسن بيه. خير يا سياده اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا، انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا، يلا. قابطين على رافت وخدوها الاسم. ايه اللي حصل فيها تاني؟ ابوس ايدك، ابوس رجلك تسعد. لو رافت ما طلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافت اللي شغال عند موجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه، مظبوط؟ ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا، ده واد غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مقدما. موجه النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه، بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك. حاكم انت عارف استديو اصلها اقدام، وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. أنا المرة دي هشتغل بجد. حاسس بفرتكة؟ ولا 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 أنا اتسطل أصلا، أنا تقل شكلي كحول وعملت دماغي بتلف.
يلا يلا ايه؟ اتجوز في ظروفنا دي؟ ده انت رايق. ما انا قال دول ظروفها صعبه وليله بليله وبتجوزوا بره. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لاقساط حرقه يا باشا والبنك ما بيرحمش. الله انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. مسيا الجاب. مسيا الجواف يا اخويا. مسيا محسوبك جضل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره. وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافع ونعم الترباح. الحل واقف كده يا باشا. هما مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ جو جو يا باشا. عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما جريتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل؟ ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا. وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغما تبقى عريان بلبوس معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصدها بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو. ده نبي. مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا. جابوا ترفق. ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا. كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني أنا ويجي 3000 عامل زي. خرب بيوت يا باشا. شردونا يا باشا. أكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال أمهم بقرفهم أكلهم وشربهم ومدارسهم متعلقين في رقبتي يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الداوي شردني أنا وعيالي. عليا الطلاق بالتلاتة نجيب ومطرح مكان. أول ما أشوفه بالإزازة دي أخترب دماغه. هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بط الحوت نجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ باشا انا اسف يا باشا. اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد. امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي. مع عمتي من الزعبله برضو. عنتر وزعبله. يلا بينا. لا نومك شباب. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين حاجه اقول لك على طول. يا رافض والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الاعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهارده. اهو 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 اهو.